مشاهدينا الكرام، اسبوع جديد وحلقه جديده من برنامج اجنده مكتبه الاسكندريه. تعالوا معنا لكي نتابع اهم احداث هذا الاسبوع. اقيمت بالقاعه الكبرى بمركز المؤتمرات الاحتفاليه الثالثه لتخرج الطلاب الافارقه بجامعه الاسكندريه، وذلك في اطار برنامج شباب الصف الافارقه الذي ينظمه مركز الدراسات البيئيه بمكتبه الاسكندريه. حضر حفل التخرج الدكتور صلاح سليمان مستشار مدير مكتبه الاسكندريه، والسفير عبد الحميد بوزاهر رئيس بعثه الاتحاد الافريقي لدى جامعه الدول العربيه، والدكتور رشدي سهران رئيس جامعه الاسكندريه، وعدد من سفراء وممثلي الدول الإفريقية ومسؤولين من الوزارات المختلفة. وخلال الاحتفالية تم تقديم مجموعات متنوعة من الفقرات الاستعراضية التراثية الإفريقية. ماري ماري تو يا سلاوي النبي، ماري ماري تو يا سلاوي النبي، حقاكنا ما شاء الله سفينا ما شاء الله، ماري ماري تو يا سلاوي النبي، حقاكنا ما شاء الله سفينا ما شاء الله. وفي نهاية الحفل تم تسليم شهادات التخرج للطلبة الدارسين. كتب خان، مجموعة من ورش العمل نظمتها مكتبة النشأ بالتعاون مع مكتبة الخرائط وإدارة المكتبة الرئيسية. وقت بي كتب خان هي حملة لتشجيع القراءة عملها مكتبة النشأ. احنا دايما بنتعامل مع سن النشأ من 12 ل 16 سنة، اللي دايما بيبقى مش عارف قد ايه الكتب ممكن تكون مفيدة وقد ايه ممكن يكون فيها معلومات تهمهم، فكنا لازم نخلق حاجة عندهم لكده. ففكرنا في فكرة كتب خان انها تبقى زي ستيشنز، كل ستيشن بتتكلم عن موضوع. اكيد في السن ده في واحد فيهم فكر انه يكتب، اكيد في السن ده واحد فيهم فكر انه يلف العالم ويحاول ان هو يسافر، فكر انه يعمل فيلم انيميشن، افكار كتيره كلها جايه من قلب الكتاب. بس الفكره ان نعرفهم ان الافكار دي ممكن تكون موجوده من قلب كتاب. هي الكامبين عندنا مدتها كانت 3 ايام، اول يومين كانت على شكل ستيشنز، كل يوم في 5 ستيشنز. حاولنا نقسمهم بحيث تكون الموضوعات كلها مختلفه، في منها كانت حكايات كاتب، دي واحد زميلنا في المكتبه كان بيكلمهم عن تجربته ككاتب وبيحاول ان هو يعني to spark their imagination لو فكروا يكتبوا، عن الكتب اللي هي عملت له inspiration عشان يكتب. في منها ايام زمان، الناس المهتمه بالتاريخ وحكايات التاريخ والطرائف التاريخيه، قرينا لهم من الكتب طرائف تاريخيه كتير وعرفناهم ان في حاجات في التاريخ ممكن تكون ممتعه ومسليه. في كان في 2 ستيشنز على ازاي يستخدموا عقلهم، كان في اسرار الكتب وكان في بالعقل تكنيكس يستخدموها سواء في القرايه او في المذاكره زي استخدام المايند مابينج لتنظيم وقتهم وتنظيم افكارهم. في حاجات تانية كان معانا ورشه فنيه، ورشه ارابيسك، كان نكلمهم على الفن الاسلامي وعلمناهم في الوركشوب ازاي يعملوا شكل النجمه الاسلاميه دي بمنتهى البساطه. وفي 2 ستيشنز دول كانوا بارل مع اليومين، في واحده منهم كان بيعمل فيلم انيميشن، قرينا مع بعض قصه مبسطه وحولناها لفيلم انيميشن. وفي ورشه تانية كانت ورشه الصحبجيه، بنغني مع بعض اشعار من كتب. شد الحزام على وسطك غير وما يفيدك، لابد شيل الحمول على ظهرك بإيدك، أهون عليك يا حر من مد إيدك، مد يلا بينا أنت وياك.
عجبتني الورك شوب جدا، ان هي اضافت حاجات كتير قوي وعرفتني حاجات كتير عن المجتمع وحاجات كتير عن يعني عن معلومات مختلفه ما كنتش اعرفها وعن بلاد وحاجات. هي كان فيها يعني ستيشنز مختلفه، كان في حاجات عن التاريخ، عن تاريخ مصر والفراعنه، وحاجات عن الجغرافيا ازاي ان احنا نقدر مثلا نعرف البلاد، واتكلمنا عن مصر وعن اهم المعالم السياحيه اللي فيها. وفي كان من اجمل الستيشنز اللي كانت فيها اللي عرفتني اللي هي كانت ايه السر في الكتب، او ان احنا يعني ازاي مثلا الانسان يعرف هو بيقرا ازاي، او السرعه في القرايه والتفكير، وان احنا ازاي نقدر مثلا نقرا قرايه صحيحه. دي كانت من اجمل الورك شوبس جدا اللي حضرتها يعني طول مشاركتي في المكتبه. وكان في برضو اللي هي بتاعه التاريخ، اتكلمنا فيها عن الاهرامات وعن سر ولعنه الفراعنه وعن نظريات كتير عن مصر احنا ما كناش نعرفها وكتب كتير. في إطار الاحتفال بالبرنامج الصيفي الذي تقدمه مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية، أقيمت ورشة عمل بعنوان كارنفال روبابيكيا. عندنا أباجورة قديمة بايظة وخلاص اتكسرت بقت شكلها وحش قوي، صح؟ وعندنا حاجات كده قش وقوس ومعمولة كده مش عارفة ممكن نعمل بيها إيه. عندنا كمان ايه؟ عندنا غيرة، عندنا الوان، عندنا زراير. تمام؟ هنتقسم دلوقتي مجموعات، وكل مجموعة هتشتغل حاجة، تمام؟ عشان في الاخر نطلع كلنا كل واحد فينا لوحة او عمل فني ممكن بعد كده نستخدمه ونحطه في البيت. فكرة الكرنفال ان احنا بنعلم الاولاد كل الاعمار ازاي يستخدموا يعني يعملوا ريسايكلينج للحاجات اللي عندهم في البيت، سواء كانت خامات جاهزة او خامات هما ممكن يعملوها بايديهم، جاهزة زي القماش زي الزراير زي الخرز زي الحاجات دي، وممكن حاجات بايديهم زي القص واللزق هما يشتغلوها بايديهم يعملوا منها اشكال. ده اللي هما المفروض يتعلموه، ان هما مش كل الحاجة بتترمى، يعني ان هما يقعدوا يستخدموها تاني ويطلعوا منها حاجة منتجات كويسة ممكن يعلوها في البيت يزينوا بيها اوضهم. النهارده هم عملوا حاجات كتير، عملوا براويز اشتغلوها بالزراير، وعامه النهارده اليوم كله بالزراير، يعني اشتغلوا بالزراير وبالقماش وعملوا لوح وعملوا حاجه اشغال بالخوص وكده بالخرز برضو. الاباجوره مثلا لو عندنا قديمه بنجيب زراير ونحطها عليها نلزقها او نرسم بالزراير نعمل اشكال بيها. كان الاباجوره كانت موجوده فزيناها من فوق ومن تحت بالزراير، وفي النص رسمنا الورد ورسمنا حاجات كتير. مشاهدين الأعزاء، ندعوكم للحضور والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها المكتبة خلال الأسبوع القادم. ولمزيد من المعلومات وللتعرف على كل ما هو جديد بمكتبة الإسكندرية، زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.bibalex.org، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.